طول يوم انا استنى فيه، مش عارف اعمل ولا اي اشي، وانا اتخيل فيه هو بده يجي، بده يقعد عندي، بده اعمل له اكل، يعني زي هيك اشياء. والله كثير عمر، يعني صراحة يعني عمر، انا لاخر لحظة قلت رح اموت وانا مش شايفته، يعني لاني في الاخر بطلت اقدر ازور، بس الحمد لله. يعني شو الزيارة متعبة، وانا مريضة كنت، فبطلت ازوره. انا ما عرفتوش اول ما شفته، بس يعني لهسه مصدومه. الصبر الله يفرجها عنهم يا ربي، بدهم يصبروا. يعني صبرنا 20 سنه، بدهم يصبروا الثانيه قبل ما الله يفرجها علينا وعليهم.